جزاك الله خير يا شيخ. في الغرب عديد من الشباب يجدون صعوبة في حصول على عمل حلال. السائل يقول: هل يجوز لي أن أشتغل في عمل كالبواب أو النظافة في محل يباع بعض المحرمات مثل خمر أو خنزير أو في نقل لنقل بعض المحرمات؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل نفس عمل يبيع الصمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر عشرة، ولا يجوز أن يعمل فيما يبيع المحرمات كالخنازير والتيتان وما شابه ذلك، ولا يجوز أن يعمل في نقلها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من أجله. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإن كان يعني هو لم يشتغل مع هذه الأشياء مباشر مثل هو بوابة وإنهم حتى ولو كان حتى لا يحرص حتى لا يكون بوابا لها ولا ناقلا لها ولا دالا عليها أبدا. جزاك الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيكم. حياكم الله يا خالد. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.